سنتكلم في هذا الدرس عن السيكوينس دياجرام، وهو ما يسمى بالمخطط التتابعي، وهو عبارة عن توصيف لمخطط اليوز كيس، وذلك بعرض الرسائل التي يتم تبادلها بين الأكتورز خلال العمليات التي بينهم. فمثلا هنا يوجد 3 أكتورز موجودة في النظام، مثلا الأكتور المتصل الذي يقوم بعمل مكالمة، والأكتور التليفون الذي من خلاله يتم عمل المكالمة، والريسبشنت الذي سيقوم باستقبال المكالمة. الآن يقوم المتصل برفع سماعات الهاتف، بعدها الهاتف سيقوم بإعطاء المتصل نغمة أو ما يسمى بالديال تون، نغمة تشعره بأن هناك حرارة، أن هناك قابلية للاتصال. بعد ذلك، بعد سماع النغمة من قبل المتصل، مباشرة سيقوم بعمل الاتصال. بعد الاتصال بشوية سيقوم مباشرة التليفون بإرسال الاتصال إلى المستقبل، وبعد عمل رنين عند المستقبل سيتم أيضا إظهار الرنات التي تظهر عند المستقبل، سيتم إظهارها عند المتصل. بعد ذلك سيقوم مستقبل الاتصال برفع السماعة. بعد رفع السماعة من المتصل سيتم تبادل الحديث أو تبادل الرسائل ما بين الأكتور المتصل والأكتور الذي هو مستقبل الاتصال. هذه المساحة الأفقية ما بين المتصل والتليفون وما بين التليفون ومستقبل الاتصال، فهي تمثل مساحة التفاعل بين الأكتورز. أما بالنسبة للمساحة العمودية بين الرسائل فهي تمثل ترتيبها، أي أن هذه الرسالة حدثت قبل هذه الرسالة وهذه حدثت قبل هذه الرسالة، لأن هذا الخط العمودي يمثل أو vertical line يمثل التايم الزمن. أيضا تستطيع أنت هنا ترقيم الليبلز الخاصة بالرسائل، هنا عناوين الرسائل تستطيع ترقيمها 1 2 3 4. لماذا؟ لكي تثبت مثلا تريد عمل هنا مثلا رسالة وهنا رسالة تتم في نفس الوقت، يعني يوجد كونكرنسي بين الرسائل أو تزامن بين الرسائل، أي أنها توصل لنفس الريسورس في نفس الوقت، مثلا هذا يتصل وهذا يتصل، فستعمل أنت هنا الرقم 1 لهذه الرسالة وهنا الرقم 1 لهذه الرسالة. مثلا الرنين هنا والرنين هنا يحدث أيضا في نفس الوقت، إذن هذه الرسالة رقم مثلا 4 وهذه أيضا الرسالة رقم 4. وبهذا نستطيع تمثيل هذا المخطط وما يسمى بالسيكونس دياجرام، المخطط التتابعي، باستخدام لغة الـ UML هنا في برنامج الـ UML دياجرامر بعمل نيو واختيار من هنا سيكونس دياجرام أوبن واختار هنا لارج نيكس 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 فينيش. اختار هنا الآن الأكتورز، الثلاثة الأكتورز، وأقوم هنا بعمل ما يسمى التايم أو اللايف لاين، وأستطيع هنا مده بهذا الشكل. هكذا، وأقوم هنا مثلا بعمل إيديت للتكست وأسميه كما ذكرنا هنا كولر، وهنا أسميه فون، وهنا الريسبشنت، أو نستطيع هنا عمل مثلا المريض ومسؤول الاستعلامات وهنا الدكتور، ونقوم هنا بعمل بالسيكونس دياجرام مثلا آلية التعامل أو الأوبريشنز أو التصرفات أو السلوك المستخدم في بين الأكتور المريض ومدير الاستعلامات، وكيف مدير الاستعلامات يقوم بتعبئة سجل المرضى من خلال سجل المرضى، يستطيع الدكتور الآن مباشرة التواصل مع المريض. هنا سنقوم بتمثيل السيكونس دياجرام الخاص بالتليفون أو الاتصال التليفوني. سنقوم هنا الآن بعمل أول مسج، هنا وهذه ثاني مسج،
عفوا، ثاني مسج ستأتي من هنا هكذا، وبعدها ثالث مسج من هنا، وبعدها هنا المسج الرابعة ستأتي من هنا هكذا وهكذا، إظهار الرنين عند المتصل وعند مستقبل الاتصال، وأيضا هنا بعد ما يرفع مستقبل الاتصال السماعة سيتم تبادل المكالمة، عفوا هكذا، سيتم رفع المكالمة أو رفع الاتصال أو رفع سماعة الهاتف وتبادل الحديث بين، ستكون هذه من هذا النوع هكذا. وسنقوم هنا بعمل الليبلز للرسائل. هنا مثلا هذه الرسالة كما ذكرنا اسمها فون بيك أب، وهنا ديال تون، وبعدها ديالينج أو ديال، وبعدها هنا رينجز، وهنا رينجز نوتيفيكيشن، وهنا التقاط سماعة الهاتف بيك أب، وهنا سيكون تبادل المكالمة بين المتصل ومستقبل الاتصال. من هنا ليبلز اختار ماسج وأكتب مثلا هنا هلو هاو ار يو فاين وهكذا. وفي النهاية يجب علي تحديد الوقت الفعال لكل أكتر هنا من خلال هذا المستطيل، وحدد الوقت الفعال لهذا الأكتر من هنا إلى هنا، والوقت الفعال لهذا الأكتر أيضا من هنا إلى هنا، وهذا الأكتر سيكون من هنا إلى هنا هكذا. قمت بتحديد الوقت الفعال لكل أكتر لكي أرى الفترة الزمنية التي سيكون فيها هذا الأكتر مشغول، وشكراً.